بشكل حثيث تتابع الأطراف السياسية التركية المختلفة تطورات المشهد في الملف السوري. حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة يوجه انتقادات حادة لسياسة الحزب الحاكم في تركيا تجاه الملف السوري منذ بدء الأزمة السورية. وفي كلمته أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه يجد زعيم الحزب الفرصة لتوجيه الانتقادات وعرض المواقف الرسمية لحزبه. في بلادي قاعدة وضعها المؤسس أتاتورك عندما قال سلام في الوطن سلام في العالم. قلنا للحزب الحاكم لا تتدخلوا في سوريا، ولكنهم تدخلوا. القوى العالمية لكي لا تلوث أيديها استخدمت قصر الرئاسة التركية لتطبيق خططها، وبدلا من حل الأزمة السورية جلبوا إلى تركيا 3,600,000 لاجئ سوري، والآن يقولون لقد تركونا لوحدنا. من الذي أجبركم على التدخل هناك؟ ومن الذي ترككم وحدكم؟ إذا لم تكن سياستنا الخارجية صحيحة فلا سلام في الوطن. حزب الشعوب الديمقراطية الكردي هو الآخر ينتقد بشدة السياسات الرسمية المتبعة من الحكومة التركية تجاه الملف السوري، ولا سيما العملية العسكرية التركية الأخيرة، ويجد كذلك في الاجتماع الأسبوعي لكتلته البرلمانية الفرصة لطرح أفكاره التي يؤمن بها. مراقبون رأوا في مواقف أحزاب المعارضة حيال الملف السوري نتيجة كما قالوا لتراكم أخطاء وصفتها المعارضة بالاستراتيجية. المعارضة ترى أن هناك أخطاء استراتيجية تسبب بها الحزب الحاكم في التعامل مع الملف السوري. نحن أكبر دولة لها حدود مع سوريا، ومنذ البداية كنا أداة للقوى العالمية، وكان يجب علينا من أجل حل الأزمة السورية التواصل بشكل مباشر مع الحكومة السورية في دمشق ومن أجل تركيا وسوريا في آن واحد. وأرى أن ملف التواصل مع الحكومة السورية ليس متأخرا كثيرا رغم كل الأضرار التي حدثت. ورغم انتقادات المعارضة يصر الحزب الحاكم والرئيس إردوان على مواصلة نفس السياسات الداخلية والخارجية المتبعة، خاصة ما يتعلق منها بالملف السوري، وهو الملف الذي حمل مؤخرا تطورات تجمع كل الأطراف في البلاد على أنها تمس الأمن القومي التركي، وعليه فإنه سيتم نقاشها على أعلى المستويات مع كل من الجانبين الأمريكي والروسي. انطلق الرئيس التركي في رحلته إلى واشنطن حاملا في جعبته الكثير من الملفات الساخنة رغم انتقادات المعارضة لهذه الزيارة التي تأتي بعد قرارات مجلس النواب الأمريكي وبعد كشف أمر رسالة متعلقة بالملف السوري كان ترامب قد أرسلها لإردوان في وقت سابق. قالت المعارضة إنها مهينة لسيادة البلاد بحسب وصفها. على مصبحات لقناة الغد، اسطنبول.